السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، وفيديونا هاليوم يلقاكم كامل هنيين ومتهنيين. قبل ما نبداو الفيديو نصليو على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلوات والسلام. على بالي مع الدخول المدرسي، وقبل الدخول المدرسي كامل الامهات يخموا على اولادهم، يخموا على المستويات تاع وليداتهم، تقول كان نبغي نشوف ولدي من بين المتفوقين، ونحب دائما يكون مستواه عالي، وكامل الامهات نطمعوا في وليداتنا يكونوا هكا. نحبهم كي يروحوا المدرسه يقراوا يركزوا مع المعلمين نتاعهم، في نفس الوقت حنايا نحبوا ندعموهم سواء في الدار ولا هكا في مؤسسات خاصه بالتدعيم ولا بالدعم، سواء الابتدائي المتوسطه وحتى الاكماليه، ولا هكا مام انتيا حبيتي تدعمي نفسك هكا في مجال معين ولا في اي لغه من اللغات الاجنبيه كما الالمانيه كما التركيه الفرنسيه الانجليزيه، مهما كان المستوى نتاعك، يعني قاريه ماكيش قاريه، نيفو تاع سيام تاع بريمير تاع ليسي تاع جامعه، وتحبي تزيدي من الرصيد اللغوي تاعك، هذه هي المؤسسه ولا المدرسه اللي راح تساعدكم سواء لكم ولا لوليداتكم. مدرسه سكولاي فور ايدوكيشن متعدده الاستقبالات، مؤسسه تعليميه ثقافيه ترفيهيه كما قلت لكم متعدده الاستقبالات، راهي فتحت لكم ابوابها للتسجيل في دروس الدعم لكل المستويات، وهذا ابتداء من تاريخ 28 سبتمبر، يعني يوم السبت 28 سبتمبر يبدأ الاستقبال للتسجيل ولا الاستفسار في أي حاجة حبيتوها انتم. طبعا راح نخلي الكلمة للأخت سلمى، راح تشرح لكم وتفهمكم كل شيء نقطة بنقطة وحرف بحرف. السلام عليكم ومرحبا بكم كامل في مدرسة سكولاي فور إيديوكيشن للتعليم والتكوين. أولا عبدة ميمونة، عام دراسي موفق للجميع. ثانيا حبينا نقولكم بلي التسجيلات الخاصة بدروس الدعم لجميع الأطوار، وبالنسبة للمحادثة راح تكون مفتوحة يوم 28 سبتمبر ابتداء من 9 صباحا، راح نكونوا في استقبالكم. اللي يحب يسجل، اللي يحب يدي استفسارات، اللي يحب يعرف الأساتذة اللي عندنا، لأنه الاستعانة هذا جبناكم نخبة من الأساتذة لجميع الأطوار ابتدائي متوسط وثانوي. بالنسبة لدروس الدعم نبدأ بالطور الابتدائي، عندنا جميع المواد فرنسية رياضيات إنجليزية عربية، جميع المواد راح تكون متوفرة في أفواج مصغرة لما تتعداش 12 متر مدرس، واللي يحب يقري وحده يعني انديفيدوال، ثاني دروس على انفراد متوفرة، اللي يحب يعلم ولده إملاء تحسين خط قراءة لغات اللعب كلش راح يكون متوفر بإذن الله. بالنسبة للفرنسية والإنجليزية كما عودناكم نعلم ولادكم دروس الدعم زائد محادثة. بالنسبة للطور المتوسط والثانوي جميع المواد كذلك متوفرة، رياضيات فيزياء عربية إنجليزية مع نخبة من الأساتذة اللي عندهم خبرة سنوات في المجال، لمعرفة يعني أسماء الأساتذة والتواقيت تواصلوا بك معنا في على الصفحة اللي حيكون الرابط نتاعها أسفل الفيديو، وأكيد راح يكون في معاها رقم الهاتف، عيطوا لنا في أي وقت لمزيد من الاستفسارات. بالنسبة للتلاميذ اللي راح يجتازوا شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا، كما عودتكم فريق سكولاي خيركم نخبة من الأساتذة اللي حترافقكم طيلة العام من الأول حتى نوصلوا للمراجعة. أكيد لمعرفة أسماء الأساتذة والتوقيت ما عليكم غير تواصلوا معنا كما قلت لكم في الرابط تاع الصفحة اللي راح يكون موجود أسفل الفيديو. اكيد كل مستوى تكملوه راح تهزوا الشهاده تاعكم اللي تعاونكم في السي في، يعني تخدموا بها في المدارس الخاصه ولا تديوها معاكم للناس ما اللي حابين يروحوا يقراوا في الخارج ولا يهاجروا، هذه الشهاده راح تستحقوها بزاف. اكيد بلا ما ننساو الدورات اللي عندنا، رسم وتصميم ازياء، التسجيلات راح تبدا يوم السبت باذن الله، عندنا دورات كيك ديزاين، حلويات تقليديه عصريه مملحات، عندنا رسم، نعلم ثاني موسيقى بيانو فيونو جيتار. مرحبا بكم كامل في مدرستنا، الاستقبال راح يبدا يوم السبت واكيد سائر ايام الاسبوع، الانطلاقه راح تبدا الاسبوع المقبل باذن الله. بالنسبه للناس اللي حابين يتعلموا محادثه كوميونيكاسيون من الصفر، عندنا العمر يبدا من 5 سنوات فما فوق، يعني الصغار والكبار، تحبوا تقراوا في افواج كما قلنا لكم من قبل مصغر ما تتعداش 12 طالب، او تحبوا تقراوا على انفراد من الوقت انتم اللي تخيروه، واكيد رانا مدايرين بروموسيون طيله هذه الأشهر حتى نهاية السنة. اللغات المتوفرة فرنسية إنجليزية إسبانية تركية وألمانية. بالنسبة للناس اللي حابة تحضر الامتحانات الخاصة بالهجرة والسفر ولا الدراسة في الخارج، حلكم راهو عندنا فريق سكولاي راح يتكفل بكم من أول إلى
اخر خطوه راح نرافقكم في الناس اللي حابين ايلتس ولا تيسير كندا ولا حتى كامبوس فرانس، راح نرافقكم من الاول للخفي نهايه التحضير. راح تحصلوا على الشهاده اللي تقدروا تزيدوها في الملف باش تسهلكم يعني القبول. بالنسبه للناس اللي تشوف اللي ما عندهاش مستوى باش تعقب هذا الامتحانات، فريق سكولار راح يتكفل بكم من اول الى اخر خطوه، راح نوصلكم للمستوى المطلوب وبعدها راح نحضركم لهذا الامتحانات. لمزيد من التفاصيل اكيد تواصلوا معنا في الصفحه باش تعرفوا يعني لي تاغير، باش تعرفوا التوقيت، باش تعرفوا كومون سا مارش اي دو، ولا تتواصلوا معنا عبر الهاتف. مرحبا بكم. لمزيد من التفاصيل تواصلوا معنا عبر الصفحه ولا عبر الهاتف، الهاتف والصفحه راح يكونوا موجودين اسفل الفيديو. مرحبا بكم وعام دراسي موفق للجميع، دمتم في امان الله. سلام. وقبل ما نقول لكم انا يا سلام، بطبيعه الحال لازم نقول لكم المدرسه وين الموقع تاعها. الموقع تاعها في باتنا طريق بسكره بالضبط مقابل كاتر بانكات في بازار الرحمه، راهو معروف بزاف حتى وان ما تعرفوش الاسم تاع البازار هذا راح تكونوا تعرفوه، يعني هذا البازار قديم بزاف كيما راكم تشوفوا. راح نطلع معكم وانا نصور باش تعرفوه وين جهه جاي. كي يقابلكم هذا الدروج تطلعوا معاهم، تقابلكم هذيك البيتزيريا تاع تاكوس هاوس، تطلعوا في الدروج البريمير ايطاج على الجهه اليمنى نتاعكم. راني نركز لكم يا البنات على الجهه اليمنى. اسم المدرسه سكولاي فور ايدوكيشن في الطابق الاول على الجهه اليمنى هكا باش ما تغلطوش. وكما قلت لكم راهي مدرسه متعدده الاستقبالات سواء هكا لدروس الدعم ولا للتكوين، مع شهادات اللي كما قالت لكم الاخت سلمى راح تلقاوها في امور هكا تحبوها نتوما سواء حبيتوا تقريوا ولا تخدموا بها. وكاين بعض الشهادات هكا تاع التكوين ما يهمش العمر، مهما كان لاش تاعك صغيره كبيره تقدري تشاركي. الاخوات اللي راهم مقبلين على زواج ورا الزواج راح يسافروا ويهاجروا ويحبوا يثري ولا يزيدوا في الرصيد اللغوي تاعهم، راح تساعدكم بزاف باذن الله هكا باش كي تسافروا راح تسافري وانتيا ثقيله مليح مليح في الميزان والرصيد نتاعك اللغوي. عندهم ثاني تحفيظ القران الكريم، وما يخفلناش انه كي نحفظ وليداتنا القران الكريم راح نخليوهم سريعي الفهم سريعي الحفظ، ومام تدخل فيها تحسين الخط خاصة لولادهم يعني من الخط. على بالي مانيش وحدي، حنا كامل الأمهات أنانيين ونحبوا دائما نشوفوا ولادنا هما الأولين، حبوهم يقراوا مليح ونحبوا دائما نشوفوهم مرضينا بالنتائج. ما يهمش أعلى نقطة، المهم نتائج مرضية، يعني نعرف ولدي باللي الحمد لله المستوى تاعو راهو هذاك هو، سواء هكا وحده ولا كيما قلت لكم ندعموهم. يعني كاين أطفال ضعاف يحتاجوا بزاف للدعم. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم في أمان الله.